السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقلوب مؤمنة وصابرة تتلقى اليوم العوائل من لبنان أخبار استشهاد أهلهم جميعا في الجنوب، وبقلوب شجاعة أيضا تتلقى وتقاوم وكنا فداك يا سيد حسن. هذه هي ردود أفعال الشعب اللبناني اليوم، والحساب المفتوح يدخل في حيز التنفيذ. أهلا بكم. أهلا بكم من جديد. راح نبدو ياكم تغطيتنا هذه المباشرة من قناة الأيام الفضائية حول الأوضاع في لبنان وفلسطين. معي في الاستوديو الأستاذ صفاء العسم خبير الأمني، أهلا وسهلا بك. وعبر سكايب الأستاذ خالد زين العابدين محلل سياسي من بيروت. نبدأ معك أستاذ صفاء، نتكلم بالبداية حول تحويل مسار المعركة من فلسطين إلى بيروت، ماذا يدل ذلك؟ هل هو يدل على ضعف الكيان الصهيوني؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم ست نور وعلى قناتكم مشاهديك الكرام. يعني حقيقة الخطوة الإسرائيلية الصهيونية هي ابتدأت بالعمل على اختراق غزة، وهذه طبعا يعني بحسابات استراتيجية بعيدة، والدليل إلى أنه أجهزة البيجر اللي فجرت هي تعد من قبل سنتين. إذن هذه كلها مؤشرات تشير إلى أنه الدور الإسرائيلي الآن يريد أن يدخل المنطقة بقتال أو بتوسيع عملية القتال، ولهذا يعني الآن تحرك باتجاه حزب الله، وكان هنالك عمليات قصف كثيرة، وخاصة القصف لم يتعدى يعني جماعة حزب الله فقط أو مقاتلين حزب الله، وإنما تعدى الجميع. يعني الآن وصلت الضربات إلى أكثر من 600 أو بحدود 600 شهيد، هم أكثر من 80% من عندهم من المواطنين الآمنين، يعني إن كان على مستوى النساء أطفال الضحايا. طبعا من النيل إلى الفرات، هذه خطة الكيان الصهيوني اليوم. إذن الموضوع يهم الجميع، والجميع يجب أن يتابع، لأن هذه الخطة التي أطلقت أمريكا لها ضوء الأخضر من البداية بعلمهم، والآن هم يقولون نريد أن نتفاوض، لكن هذه الخطة من النيل إلى الفرات بدأ يمكن مشروعها من سنوات طويلة ويحاولون الآن التنفيذ. خلي أشرح لك فد نقطة تفضل. يعني خاصة لكم، ياسر عرفات الله يرحمه أشار في يوم، والموجود عندي يعني بالتليفون، إلى هو من حديثه بشكل شخصي، أكو عملة نقدية اسمها إيغور، عملة نقدية إسرائيلية. نعم. 10 إيغور اللي هي عملة حديدية. يعني أدا أحكيلش بالنص، إلى أنه إذا تقلبين هاي القطعة النقدية من الخلف تلقين الشمعدان الإسرائيلي، يتوسط المنطقة اللي هي حدود إسرائيل اللي هي طموحات إسرائيل. خلي أحسب لك إياها، كل بيروت وكل الأردن وثلثين سوريا وثلاث أرباع العراق. نعم. وربع من سعودية. نعم. هذا الطموح الإسرائيلي، هذه طابعته على العملة النقدية اللي هي إيغور، 10 إيغور يعني 10 بالعملة النقدية الإسرائيلية، والآن موجودة يعني يتعامل بها الإسرائيليين. إذن هذه الفكرة هي مو جديدة. نعم. يعني هذا الطموح، ولهذا تشوفين إسرائيل الآن تريد أن تصعد الحرب. شوفي هي عملت على أن تدخل أو تخترق موضوع الحرب بسحب الأساطيل من أوروبا، وكان هنالك أكثر من 12 دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني. نعم. والآن بوارجها وقطعاتها العسكرية الحربية موجودة بالبحر الأبيض المتوسط، زائدا الأب الروحي. شوفي. نعم. نتكلم على أهم نقطة، الأب الروحي للابن المدلل إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية، نقطة راس سطر، هذه ما تقبل غلط. الدعم من هنا يأتي، يعني ترى الضربات اللي وصلت وعمليات التفجير اللي حدثت من جانب الترددات والأمن السيبراني وعمليات القتال التي حصلت. نعم. في عمليات الضرب أستاذ في الشاشة أكيد الهجمات المقاومة اللي أكيد إسرائيل دائما
ما تغطي لولا تصوير المواطنين، مواطنين اليهود، ما انتشرت هذه الفيديوهات في حرب إعلامية كبيرة من قبل إسرائيل حول عدم نشر الأضرار في داخل الصهاينة. طبعا يعني احنا ضربنا يعني او العفو المقاومة ضربت الكيان الصهيوني منذ غزة ولحد الآن اكثر من 352 صاروخ، وهذه صواريخ ان كانت يعني ان كانت تقع على بيت فهنالك هي اكثر من 352 بيت. طبعا يعني هذا الإعلام الإسرائيلي ابتدى يعمل بشكل كفؤ جدا، ولهذا أنا أخبرتك بالبداية أنه يحاول أن يزج المنطقة كلها بهذه المعركة، والدليل إلى أنه يحاول الآن تصفية تحولت من الجانب الفلسطيني إلى لبنان، وأعتقد يعني مسير التخطيط الإسرائيلي سيستمر إلى أن ينهي هذا الموضوع. طيب ننتقل إلى الأستاذ خالد زين العابدين من بيروت. أهلا بك أستاذ خالد، ما رأيك باليوم نقل المعركة من أرضية فلسطين في غزة وإلى جنوب لبنان؟ أولا تحياتي لكم ولضيفكم الكريم ولمشاهدينكم الكرام. ثانيا تصحيحا للاسم، خالد زين الدين وليس العابدين. زين الدين، أهلا بك. فيما يتعلق في الحرب في جبهة غزة وجبهة الجنوب، للأسف الشديد نحن سنشهد المزيد من القتال، ارتفاع وتيرة الاحتدام بين حزب الله وبين الجيش الإسرائيلي. طبعا اليوم هي حرب استنزاف، حرب تقرير مصير. اليوم تخوض إسرائيل حربا تسمى في حرب قيامة الدولة الإسرائيلية وقيامة الدولة اليهودية. اليوم العالم كله يستشرس للدفاع عنها، لأن لديها هدفان. الهدف الأول أولا حل القضية الفلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية، أي خارج ما يسمى دولة إسرائيل. ثانيا إنشاء ما يسمى الدولة اليهودية، الدولة الدينية، وليست كما على مبدأ إنشائها بعد اغتصابها الأراضي الفلسطينية منذ عام 1948، ديمقراطية حرة ليبرالية. لا، اليوم اختلف، اليوم تحولت إلى دولة عقائدية، دولة يهودية تتحكم في مفاصل الدولة القضائية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنموية والتربوية وغيرها، لضمان تفوقها على الدول العربية وتدمير القوميات العربية واستهداف الدول العربية وتقسيم الدول العربية إلى دويلات وإلى أقاليم. نحن اليوم أمام حرب خطيرة، أمام حرب إما أن نكون وإما أن لا نكون. نعم. طيب نتكلم الآن عن ما قامت به، أكيد الكيان الصهيوني قام به بإرسال رسائل نصية إلى الهواتف من أجل تهجير المواطنين، هذه الحرب النفسية حتى عبر الراديو. اليوم أيضا كان منشورات فيها باركود لاختراق الهواتف أيضا الكيان أرماها في منطقة الجنوب لبنان. نتكلم عن الحرب النفسية ومحاولة زعزعة القوة لدى اللبنانيين. نعم، نحن نشهد حرب نفسية. اليوم هي حرب مفتوحة، حرب عسكرية، حرب اقتصادية، حرب اجتماعية، حرب سياسية، حرب ثقافية، حرب عقائدية وحرب نفسية. تحاول ما تسمى دولة إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي استثمار الأوضاع الداخلية اللبنانية، الانهيارات الاقتصادية والضغوطات على الشعب اللبناني والمشاكل التي يواجهها لبنان من اقتصاد واجتماع، بالإضافة إلى المتطلبات الحياة، بالإضافة إلى انهيار الليرة اللبنانية. تحاول إسرائيل عبر الضغط النفسي والحرب النفسية استثمار تلك المقومات لتفجير الشارع الداخلي في وجه حزب الله. نعم. طيب ننتقل للأستاذ صفاء. أستاذ صفاء، مقارنة بين شرعية المقاومة اليوم الإسلامية والمقاومة بزعامة السيد حسن، اليوم ما رمت مكان بمواطنين، ما رمت مكان بيمكن منفعة أو ممتلكات عامة، اليوم رمت مطارات، أماكن عسكرية، عكس إسرائيل اللي هي أكيد هي مستهدفة إلى الآن المواطنين. إلى اليوم يعني مئات الأطفال والنساء أيضا هم الضحايا، وأيضا كثير من حتى الأعلام اليوم نشرت بعض الشيوخ والسادة اللي استشهدوا صباح هذا اليوم. صحيح. رأيك بالمقارنة بين ما يستهدفه الكيان وما تستهدفه المقاومة بصورة عامة؟
يعني تأييد الكلام حضرتك، خلي أنطيك الخبر اللي وصلنا، مو له من العراق ولا من الدول العربية ولا من الدول الإسلامية. روسيا اليوم حذرت رعاياها بضرورة ترك لبنان خلال 24 ساعة، علما إلى أنه روسيا المصالح الروسية موجودة في سفارة، ولكن يتوقع أو متأكد إلى أنه إسرائيل ستضرب يعني استنزاف الجميع. إذن معناها ماكو تحفظ على هذا الموضوع. صحيح. يعني هو من فجر الأجهزة اللاسلكية، هو فجرها للكل، هسه ما يعرف هذا منتسب إلى كتائب حزب الله أو غير منتسب. والدليل واحدة من الإصابات كانت للسفير الإيراني، يعني سفير الجمهورية الإسلامية. صحيح. اللي هو لا له علاقة بكتائب حزب الله ولا مشترك بهذه العملية. إذن هذه تأشر إلى أنه إسرائيل الآن يعني تضرب عشوائيا لغرض الضغط على كتائب حزب الله في عمليات الانسحاب أو عدم الرد. وإلا هي أبدا يعني ما لها كل علاقة في موضوع القتال بالمواقع العسكرية. التصريح اليوم الإسرائيلي إلى أننا سنضرب كل مراكز والمخازن الخاصة بالأسلحة لكتائب حزب الله، اليوم ضرب أحياء سكنية. بالضبط، هذا نفس الكلام اللي ادعاه في ضرب غزة في فلسطين، أنه في أسلحة للمقاومة الفلسطينية تحت البيوت، وعملوا أفلام تتذكر هالأفلام اللي هي ادعوا بيها. هو ضرب مستشفيات، ضرب غرف عمليات. صح. ضرب مدارس أطفال. شوفي وين دا نتكلم، يعني شنو مدارس أطفال؟ سلاح شي يسوي بمدرسة الأطفال؟ والدليل الشهداء كلهم هم أطفال، ماكو ما لقينا من مقاتلين من كتائب القسام أبدا ولا واحد استشهد بهذه العمليات، إن كانت على مستوى مستشفيات. حتى الشباب هم شباب عزل، يعني تشوفهم حتى إن كانوا شباب عزل. بعدين هذا تهجير الآلاف العوائل والمفاوضة على انسحابهم كليا، وضرب يعني التبريرات حقيقة يعني تبريرات غير محترمة. هو أنه تحت المستشفى يوجد مركز عمليات لكتائب أو للقسام، أو يعني هذا الموضوع. هو تذكر الأفلام في 7 أكتوبر اللي خرجوها هم بإخراج ضعيف جدا، إخراج ضعيف وكشفت الأوراق كلها. صح. ولكن عملية التحويل، شوفي بدأ يتحول. يعني ابتعدنا عن موضوع غزة وتوجهنا الآن إلى موضوع حزب الله، وبعدين توجهنا إلى بيروت، والآن ضرب الضاحية وضرب الجنوب اللبناني، كل ذي ضرب. نعم. يعني الضربات تركزت بحدود 600 شهيد مدني، 600 شهيد مدني وآلاف الجرحى. هذه خلال العملية الأخيرة، يعني خلال 72 ساعة السابقة. شوفي هذه وحشية، يعني عملية قتال وحشي. مع كل هذا احنا نقول هو وراء إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لا تريد أن تظهر أمريكا بالساحة. شوفي التصريحات الروسية في حال ضرب الجمهورية الإسلامية إيران من قبل إسرائيل سنتدخل. شوفي هذا كان تصريح رسمي من روسيا. أمريكا يعني صرحت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه في حال ضرب إيران، إذا ضربت إسرائيل سنتدخل. ولهذا تحاول الأمريكان يبتعدون وكأنما هم ليس بالصورة، علما كل هم راسمين السيناريو. بالضبط، السيناريو مرسوم كليا. وأعتقد يعني أنه الحركة القادمة ستكون بتوسيع أكثر من قبل إسرائيل، لأنه العمليات الانسحاب للبعثات الدبلوماسية والمواطنين الأجانب من لبنان، هذه كلها مؤشرات تشير إلى أن بلدانهم تعلم الخطوات القادمة لإسرائيل لغرض انسحاب لعدم المساس به. طيب أستاذ خالد زين الدين، رأيك بشن الهجمات من قبل الكيان إلى الأماكن الفارغة وغيرها من الصواريخ، بداية بترعيب المواطنين وتهجيرهم، الهدف من التهجير اليوم؟ أولا الهدف من التهجير هو الضغط على حزب الله لإبعاده عن الحدود اللبنانية الفلسطينية إلى ما بعد نهر الليطاني، لتأمين منطقة عازلة لإعادة سكان الشمال أو المستوطنين إلى مستوطناتهم وممارسة حياتهم الطبيعية واليومية. فلذلك مع بداية الحديث قلت لحضرتك إن حرب وجودية تخوض أشرس الحروب إسرائيل منذ اغتصابها الأراضي الفلسطينية، وهذه الحرب ستقرر مصيرها، إما أن تستمر وإما لا. فلذلك سنشهد المزيد من العنف، المزيد من القتل، المزيد من الاستهداف، المزيد من الاغتيالات. هي حرب اليوم تخوضها
إما لأن تكون وإما ستزول عن الخارطة. اليوم نحن أمام معركة مصيرية تتوجب علينا الحكمة، ضبط النفس، الوعي، الالتزام، المعايير، الخطابات لحماية أمتنا، لأن الأمة العربية اليوم من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى فلسطين إلى ليبيا إلى اليمن إلى كافة بقاع الأراضي العربية إما هي أمام امتحان صعب جدا ومعرضة للخطر. اليوم العالم كله سيقف إلى جانب إسرائيل حتى لا يعود أي يهودي إلى موطنه الأصلي. طيب أستاذ خالد، أنت في لبنان أكيد وفي العاصمة بيروت، كيف هي أحوال المواطنين ومساندتهم لحزب الله؟ أولا هناك انقسام بين اللبنانيين، ما بين مؤيد لحزب الله وعمليته العسكرية وحربه ضد إسرائيل ودعمه وإسناده لغزة، وطرف آخر ما بين رافض لإقحام لبنان في حرب لا يعتبر أن لا مجال له أن يقوم بها وليس له علاقة بها. كما الانقسام السياسي هو الانقسام في الشارع، ولكن في الحد الأدنى على الصعيد الشعبي الشعب اللبناني كله فتح أبوابه ومناطقه لأخوانه الذين أرغموا على ترك بيوتهم ومنازلهم وغادروا إلى العمق اللبناني وإلى الشمال اللبناني. ورأينا اليوم طرابلس الفيحاء عاصمة لبنان، العاصمة الأولى قبل بيروت، قبل أن تكون بيروت العاصمة الأساسية والإدارية، فتحت أبوابها، فتحت بيوتها، تقاسمت مع أخوانها الذين تركوا بيوتهم المنازل والغرف واللقمة. هذا هو لبنان، جمال لبنان وروعة لبنان بتناسي الخلافات السياسية والطائفية والعقائدية في إبان الأزمات والحروب. نعم، الشعب اللبناني اليوم أكد أنه شعبا واحدا رغم الخلافات منذ عشرات السنوات بين الأقطاب السياسية. رأيك بما تداولوا اللبنانيين بأرقام، بعض هذه الأرقام كانت هي صهيونية واستهزاء بالمواطنين اللي يبحثون على مكان للاستقرار. اليوم نجد في كل دولة نجد من يحاول استغلال الأزمات والتلاعب على مشاعر الناس، ولكن بالحقيقة وبكل تجرد الشعب اللبناني اليوم أبوابه مفتوحة لبعضه البعض، وكل شخص يسكن في منطقة وأتى أخ أو شقيق أو شقيقة له منطقة أخرى يعتبر البيت بيته والمكان مكانه، ويتقاسم المشاكل والحرب والمعاناة ولقمة العيش. نحن اللبنانيون هذه هي صورتنا وهذه هي رسالتنا، مهما اختلفنا داخليا عندما تتعرض لبنان لأزمة خارجية نتكاتل يدا واحدة وقلبا واحدا وجسدا واحدا وروحا واحدة لحماية وطننا ولحماية أمتنا ولحماية أطفالنا ونسائنا وشعبنا الكريم. أحسنتم. سأعود لك أستاذ خالد. أستاذ صفاء، يعني اليوم أكيد السيد السوداني فتح المعابر الإقامة لمدة 30 يوم للبنانيين الموجودين في العراق واللي عنده عقوبة أو مخالفة يعفى منها، إن كانوا في مواطنين على الحدود يدخلون بدون تأشيرة. هذه التسهيلات من قبل العراق عكس يمكن بعض الدول التي اتصلت، يمكن اتصلوا بالرئيس الحكومة اللبنانية ميشيل عون بأنه من الأردن بأنه لا توسع الحرب من قبل الملك عبد الله. رأيك بردود الأفعال العربية مقابلا بالرد الفعل العراقي؟ راح أجاوبك على السؤال، بس اعطيني مساحة شوية حتى. تفضل براحتك. أنت تعرفي كم دولة، يعني الكل يعرف إلى أنه جامعة الدول العربية كم دولة؟ نعم 22 دولة. إحنا 22 دولة أعضاء في الجامعة العربية. تعرفين أنه كم دولة الآن ضد إسرائيل أو ما متطبعة من الجانب الإسرائيلي؟ هي 4 دول فقط. شوفي احنا بدنا نتكلم على جامعة الدول العربية. هسا اولا كاجتماع جامعة الدول العربية نتيجة اللي حدث خلال الاسبوع، هسا ما نريد نقول اكثر، لا نحكي على السنة السابقة من 7 اكتوبر للان، خلينا نتركها، بس خلال الاسبوع عمليات القتل اللي حدثت ان كان على مستوى غزة وان كانت على مستوى لبنان، اكو صار تحرك من جامعة الدول العربية؟ ابدا ابدا ابدا. يعني كل ما هنالك هنا هو 4 دول عربية فقط
اللي هي معارضة الجانب الإسرائيلي اللي هي ما مطبعة. نعم. ولا البقية كلها مطبعة، دول الخليج على مستوى المغرب، على مستوى قارة أفريقيا، على مستوى حتى على مستوى آسيا، كل الدول العربية لديها علاقات وعلاقات كفوة. والكل يتذكر من صار الضرب ب 7 أكتوبر كان هنالك يعني تحرك للعراقيين بشكل نعم. كبير جدا، وبقى نايم على الحدود العراقية صح. الأردنية أكثر من 15 إلى 20 يوم بتشول نايم صح. لا حد فتح له حدود ولا حد قدر يخترق. هذه نقطة ردت أحكيها، هذه كلها تأشيرات. القرار العراقي يقول إلى أننا فتحنا الأبواب أمام اللبنانيين في حالة الاستقبال واستقبالهم داخل العراق، لغينا موضوع الفيزا، فتحوا طريق الطريق يا حسين، كل المواكب مفتوحة بأسرتها هي نفس المواكب اللي استقبلت أخواننا من الموصل في فتوى المرجعية. لا من كل مكان، لا استقبلتهم من باكستان فعلا. علش علش موصل هسه الموصل بالله عراقيين. وانت تقول احنا مرينا بأزمة وايضا حلت هذه الأزمة وحياتك احنا هسه ما اريد اقاطعك، بس احنا قادرين على ان نستقبل الشعب الفلسطيني كله، لانه المواكب اللي استقبلت فعلا 20 مليون صح. زائر تستقبل الشعب الفلسطيني اللبناني كله، ولكن احنا لا نطمح ان يكون هنالك انهيار بهذا الموضوع، بالعكس يعني طموحنا ان نكون، ولكن يعني احنا حاضرين كشعب كحكومة يعني قلوبنا معهم، يعني كل ما هنالك احنا غير قادرين ان نتحرك اكثر. والا اول طائرة مساعدات، اول طائرة مساعدات دخلت الى لبنان طائرة العراقية بعد مرور 4 ساعات. هذا يؤشر الى ان العراق الان يعني يقوم بواجبة تجاه الدول العربية، دول المنطقة، دول الجوار، عكس كثير من الدول اللي احنا دنباها نشوف اكو ناس متفرجة واقفة تتفرج. صح. نعم. أستاذ خالد، رأيك بالدعم العراقي الذي بدأ من بيان المرجعية العليا في النجف الأشرف السيد علي السيستاني؟ أولا أتحفظ على كلام ضيفك الكريم والتهجم على الدول العربية واعتبار الدول العربية دول مطبعة. بالنسبة للبنان، الدول العربية لم تقصر مع لبنان إبانا منذ إنشاء دولة لبنان الكبير، مرورا بالحرب الأهلية اللبنانية وصولا حتى اليوم. ولكن الساسة اللبنانيون والقادة اللبنانيون من خلال سياستهم الداخلية والخارجية قطعوا علاقاتهم مع الدول العربية لمصالح شخصية وارتباطات ورهانات خارجية. ثانيا، لبنان لا يحتاج مساعدات من أحد، لبنان هو يساند الشعوب، الشعب العراقي هو شعب شقيق، وإذا أراد أن يتحدث بهذا الأسلوب أننا نساعد أستاذ خالد، كل الشعب العراقي، كل الشعب العربي يحتاج أن يساعد إيد بإيد، كف بكف، حتى نقدر نقاوم. بالعكس يعني إحنا نتمنى أن تكون مساعدة للجميع. نعم. من فضلك قاطعك، من فضلك، أولا لبنان ليس بحاجة لمساعدات من أحد، لبنان هو شقيق العراقيين كما العراقي شقيق اللبناني كما السوري، نحن أمة عربية واحدة ملزمون ومجبرون أن نساند بعضنا البعض. والشعب اللبناني لا يشحت، هذا أسلوب أرفضه وأعترض عليه أولا. ثانيا، نحن في لبنان نستطيع أن نواجه أزماتنا، والشعب اللبناني عبر التاريخ وعبر الأزمان أثبت أنه يستطيع المواجهة والخروج من أزماته، إن كانت أزمات اقتصادية أم حرب عسكرية. هذا أريد أن أعلق عليه، الشعب العراقي شعبنا وأهلنا، العراقيون في قلوبنا، نحن مجبورون أن نساند أهلنا العراقيون ولا نتصدق عليهم. يعني يحتاج أكيد الدعم، يعني يمكن يوم أمس لاحظت أستاذ صفاء السيارات في الطرق كانت بالانتقال من الجنوب إلى الشمال، يعني المنشورات شفتوها أنه ماكو مي للشرب أو أكل، مع ذلك أكيد إحنا واجبنا اليوم أقل واجب اليوم إحنا نساعد ونؤازر، لأن هذه أزمة أستاذ خالد، هذه أزمة الشعب لا يتسول. فنحن اليوم نخرج على الشاشة، كل كلمة محسوبة. أنا كلبناني مجبور في أشقاء في أهلي العراقيين، هم أهلي، ولا سمح الله إذا تعرض العراق. إحنا أستاذ خالد، أستاذ خالد بعد إذنك، بعد إذنك إحنا نتكلم من موضوع الانتماء العربي، يعني إحنا نتكلم من موضوع الأخوة، وليست المساعدة لأي دولة تحتاج مساعدة أبدا. يعني الشعب العراقي مع الشعب اللبناني هذا الكلام بمصير واحد منذ أكثر من 40 سنة، أعتقد الكل يعرف، يعني كانت المقاومة مشتركة مع الجميع، وأعتقد أنه الأيدي العراقية والأيدي اللبنانية بالتعاون في مجال القتال وفصائل المقاومة كانت كلها يد واحدة.
نعم. التركيبة العراقية تختلف عن التركيبة اللبنانية. لبنان بلد منقسم طائفيا، لبنان بلد منقسم سياسيا، هناك 17 طائفة تعيش في لبنان. نحن يختلف التكوين الديموغرافي في لبنان يختلف عن التكوين الديموغرافي في العراق. فلذلك عندما رغم الخلافات السياسية بين حزب الله وبين القوات اللبنانية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، أثبت مسيحيو لبنان أنهم لبنانيو الانتماء، فتحوا بيوتهم لأشقائهم لأهلهم. تناسوا الخلافات، تناسوا التناحر السياسي، هي مرحلة خطيرة اليوم. يجب أن نتعالى عن المصالح الشخصية، يجب أن نقدم أرواحنا وقلوبنا وأموالنا وكل ما نملك فداء لبنان لإنقاذ وطننا، لأننا إذا خسرنا وطننا خسرنا انتماءنا. نعم أستاذ خالد، أكيد إحنا لا ننكر أكيد دور الشعب اللبناني في إسناد الجميع وخاصة الشمال مسند للجنوب وفتح بيوته، وما ننكر هذا الشيء، بالعكس نحياكم الله ونتمنى هذا الشيء يتوسع. أستاذ صفاء، اليوم لو نتكلم عن الحدث الفلسطيني بصورة عامة، يعني اليوم اللي صار في لبنان وأكيد هو مساندة للحدث الفلسطيني، المقاومة مستمرة بالقصف وهذا يؤازر القضية الفلسطينية، يعني ما رجعت شعرة واحدة من المقاومة اللبنانية على الرغم ما حدث في الجنوب. لا هو احنا متفقين الى انه يعني حزب الله هو يعني يقاتل وله خبرة واسعة بهذا الموضوع منذ فترة طويلة. نعم. ولكن يعني على قولة المصريين الصبر للصبر حدود، يعني الآن هنالك صبر بهذا الموضوع، عدم عشوائية الضربات من قبل كتائب حزب الله، وإلا إذا كان المقابل بالمثل حزب الله يضرب المواطنين الآمنين لكانت إسرائيل انهجمت على أهلها، لأنه السلاح اللي وصل إلى حزب الله من قبل الجمهورية الإسلامية اللي هو أعتقد حسب معلوماتي اللي وصل من روسيا، هنالك سلاح متطور وصل إلى كتائب حزب الله لغاية اليوم لم يستخدم. ولكن يعني الإيمان بأنه يجب عدم إشراك المواطنين المدنيين الشيوخ والنساء والأطفال في هذا الموضوع، ولا كان ممكن أن يكون هنالك قصف عشوائي من قبل حزب الله بإسرائيل كما يحدث الآن في الجنوب اللبناني. صح. هو قصف على مستوى بنايات، ماكو أي دقة بالموضوع. نعم يعني ممكن هي تبحث عن أحد قادة كتائب حزب الله أو بعض القادة اللي موجودين في المناطق، ولكن القتل عشوائي، والدليل أنت شفتي اليوم يعني 4 شيوخ مساجد هم قتلوا، يعني استشهدوا، ما لهم كل ذنب الموضوع، هم يعني هم يعني شيوخ مساجد مو أكثر من الموضوع، الله أكبر. يعني أنت تجي تقتل هيجي فئة، هذا معناها أنه يعني أكو عشوائية بالموضوع، عدم دقة بالموضوع. وأعتقد إلى أنه يعني الجانب كتائب حزب الله أو لبنان إن أراد أن يطور الموضوع أكثر سيكون هنالك قصف كما حدث في من إسرائيل من الكيان الصهيوني، يعني سيكون قصف عشوائي، وبالتالي يعني نصل إلى ضربات احتمال أن تكون يعني خطيرة جدا بحيث لا تحمد عقباها، يعني ندخل في متاهات كبيرة. نحن لا نستبعد أن يكون هنالك هجوم إسرائيلي على الجنوب اللبناني، أبدا لا نستبعد، ولا كتاب حزب الله تستبعد. هو أصلا من بداية المقاومة كان أكو هجوم على الحدود اللبنانية. لا أنا أتكلم على اختراق يعني. نعم. طيب أستاذ خالد، رأيك إحنا نسميه الخلق أو أنه طولة البال بلهجتكم من قبل المقاومة اللبنانية لاتجاه الكيان الصهيوني ومستمرين بالمقاومة؟ اليوم نحن أمام حرب طويلة وواسعة وكل الاحتمالات مفتوحة. حزب الله يملك قدرات يستطيع استخدامها لضرب العمق ما يسمى في الكيان الإسرائيلي، أو في استخدام التكنولوجيا التي يملكها كما ذكر ضيفك الكريم، مع أنني أشك في هذا الكلام أن روسيا تمول حزب الله أو إيران في أسلحة متطورة. روسيا الدولة الأولى التي اعترفت بالكيان الإسرائيلي، اللغة الثالثة الرسمية هناك هي في الداخل الكيان هي اللغة الروسية، ثلث الشعب الإسرائيلي هو روسي. المصالح الاقتصادية والسياسية وحتى الدينية ما بين
إسرائيل وروسيا تتخطى الدول العربية، تتخطى إيران، تتخطى ما يسمى بمحور المقاومة. للأسف الشديد اضطريت أن أدخل في هذه المداخلة. إن كان فعلا حزب الله يملك بكل تجرد، نتحدث، أنا لا أدافع لا عن إسرائيل ولا عن روسيا ولا أتهجم على أحد، نحن عربيون قوميون، هدفنا إسرائيل هي مرض سرطان مستشري في الأمة العربية، طالما هي موجودة بيننا لن نعيش في أمن وأمان. ما يقتل الإسرائيلي هو السلام، السلام ليس معها تطبيق اتفاقيات، إن نشر السلام في العالم يقضي على القضية الإسرائيلية واليهودية، فلذلك هم دائما يشنون الحروب. هنا اليوم المحور المقاومة أو حزب الله وحلفائهم من العراق واليمن وسوريا وغيرها أمام امتحان، أمام قدراتهم العسكرية وأمام مخزونهم الاستخباراتي الذي يملكونه ضد إسرائيل. هل ستكون ضربات مؤلمة؟ هل ستكون ضربات استراتيجية؟ هل ستستهدف وزارة الدفاع الإسرائيلية؟ هل سيتم اغتيال قادة جنرالات أمنيون وسياسيون وعسكريون واستخباراتيون، قائد منطقة الشمالية الجنوبية، وزير الدفاع، رئيس الحكومة، وزراء الحرب؟ هنا اليوم حزب الله أمام امتحان، يستطيع أن يثبت قدراته العسكرية ويبرهن بأنه يملك داتا معلومات قوية وأن الإسرائيليون مكشوفون أمامه. طيب أستاذ صفاء، رأيك بالامتحان؟ هل المقاومة إلى الآن لم تثبت جدارتها يعني مثلا؟ حقيقة امتحان عسير جدا، يعني ترى إحنا الآن أمام مواجهة، يعني مواجهة شرسة، عدو ما يعرف يعني ما له كل علاقة بالدين ولا بالإسلام ولا يعني بالمشاعر ولا له علاقة بالعواطف، وما يهمه قتل يعني فد 100 طفل في سبيل أن يجرح له واحد من كتائب حزب الله. حقيقة يعني هذا الموضوع خطر جدا. إسرائيل، شوفي ست نور، إسرائيل تريد توسع الحرب، يعني تعمل بكل ما تملك من قوة على أن توسع رقعة الحرب، والدليل إلى أنه الإيغورا، العشرة إيغورا الإسرائيلي هي المخطط. ولكن هنالك ضبط نفس من هذا الموضوع، يعني حتى على مستوى الجمهورية الإسلامية ترى كرد حقيقي نتيجة ضرب إسرائيل لإيران في العاصمة طهران في الموقع الرئاسي للشهيد هنية، ترى مو يعني عملية مو سهلة، وكانت هذه يعني لديها ردود أفعال. ولكن لغاية الآن إيران، الجمهورية الإسلامية ملتزمة بعدم الرد بشكل حقيقي، وإلا يجب أن يكون لكل سبب هنالك ضربة أو يعني رد فعل تجاه هذا السبب. هكذا الحال بالنسبة للجميع، يعني نحن لا نتمنى أن تشترك، يعني إسرائيل تحاول رمد كرة من النار داخل منطقة الشرق الأوسط، والكرة تتدحرج ما بين دول الشرق الأوسط، وكل من يمس هذه الكرة من النار سيحترق. ولهذا تعمل إسرائيل على إشراك أكبر عدد ممكن من الدول لغرض يعني الإيقاع بهذه الدول والتأثير عليها وإنهاء استقرار والأمن داخل هذه الدول، وهذه واحدة من خطوات المصالح الإسرائيلية أو الطموحات الإسرائيلية داخل المنطقة. لكن المقاومة مستمرة، ما يوقفها شيء، هل هذا سيجعل الكيان الصهيوني يجلس في طاولة الحوار والتفاوض؟ يعني هذا يعتمد على الجانب الأمريكي ست نور، هذا الموضوع مو سهل، يعني لأن أمريكا احنا اتفقنا متفقين على أنه الأب الروحي لإسرائيل هو الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا هي اللي تسير إسرائيل في عمليات الحركات والضبط والتسليح والتجهيز، والدليل إلى أنه إسرائيل الآن إسرائيل هي أقوى سلاح في المنطقة، أقوى حتى من السلاح العراقي، احنا تجهيزنا أمريكي بعد عام 2003 لغاية الآن، بيوم اللي جهزونا طائرات F-16 جهزوا إسرائيل بطائرات F-35، صحيح. يعني دائما أكو تفوق إسرائيلي بكل شيء على دول الحديث المنطقة. أستاذ صفاء، لكن أكيد إحنا نشكر أستاذ خالد زين الدين محلل سياسي من بيروت، شكرا لانضمامك. والآن ينضم معنا محمد عباس خبير عسكري من سوريا، أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. الصوت إذا ممكن. سلام الله عليكم، أهلا بك أستاذ محمد. قراءاتكم العسكرية لما يجري الآن في لبنان، وأيضا بيان ضعف الكيان الصهيوني بإدخال أو تحويل مسار المعركة من فلسطين إلى لبنان. الحقيقة لم تتحول مسار المعركة من فلسطين إلى لبنان، بل هي امتدت،
لأن المعركة في غزة ما تزال قائمة، وبالتالي هنالك إعادة انتشار القوات التي كانت تقاتل في الجبهة الغزاوية، وانتقل جزء من هذه القوات إلى الجبهة الشمالية، وبالتالي نعم فتح الجبهة الشمالية بات بالنسبة لنتنياهو مسألة ملحة ومسألة استراتيجية وهامة، خاصة بعد الضغط الديموغرافي الذي يعاني في الداخل الصهيوني، وبعدما شكلت المقاومة اللبنانية كجبهة إسناد لمقاومة غزة استطاعت تشكل متغيرا استراتيجيا. الآن نتنياهو يسعى إلى تغيير هذا المتغير ولإقصاء وفصل الجبهة الشمالية عن الجبهة الجنوبية، سيما أن الجبهة الجنوبية في غزة ربما تكون أقل بارامترات نوعية عسكرية، يعني الحالة التصاعدية في غزة باتت أقل، خاصة وأن الموقف العسكري ربما بات محدودا مقارنة بطبيعة المتطلبات العسكرية التي تحتاج إليها الجبهة في الشمال الفلسطيني. وبالتالي نعم انتقل جهد كبير من هذه القوات الصهيونية باتجاه الشمال الفلسطيني، وبالتالي يحاول الآن نتنياهو أن يحقق بالضربات العسكرية الكثيفة وعالية التأثير ضد أهداف المدنية وأهداف البنى التحتية، ويحاول اليوم أن يكتب ليس بالنقاط بل بالضربات القاضية كما يعتقد، يحاول بالضربات القاضية أن يخرج المقاومة خلال ساعات قليلة أو أيام قليلة من جبهة القتال. وبكل تأكيد اليوم نحن نشهد هذا التصعيد الكبير بمئات الطائرات المقاتلة والصواريخ التي تقوم بتوجيه ضرباتها النارية ضد أهداف مدنية وأهداف عسكرية وأهداف المقاومة، وألغيت كافة الخطوط الحمراء التي كانت تحدد طبيعة معادلة الصراع ومعادلات الاشتباك القائمة بين المقاومة والكيان الصهيوني. اليوم هنالك في تصوري تأثير ناري كبير للعدو الصهيوني، وبالمقابل هنالك رد ناري كبير أيضا. الآن منذ ساعات حوالي ساعة تقريبا تم استخدام مستوى آخر من الصواريخ الثلاثي، وتم توسيع دائرة الاستهداف بمحيط تل أبيب حوالي 150 كيلومتر تقريبا. باتت هذه المنطقة ضمن خط الدار المقاوم. إذن هل يمكن لنا أن نشاهد استمرارا لسيل الضربات الصاروخية اللبنانية ضد أهداف المعادية؟ وهل يمكن لنا أن نشاهد نزوحا في الشمال الفلسطيني باتجاه الجنوب كما يتم الآن في الجو اللبناني باتجاه الشمال؟ إذن اليوم أستاذ محمد، إذا ممكن أستاذ محمد تسمعني، إذا ممكن توضح لنا أكثر حول الحرب النفسية التي يديرها الكيان الصهيوني للزعزعة من المواطنين اللبنانيين، وأيضا عكس المقاومة التي اليوم تستهدف المراكز المهمة في الكيان. حقيقة هذا الموضوع مهم جدا. حتى الآن المقاومة اللبنانية تظهر البعد الإنساني للمقاومة، وتحاول أن تستهدف فقط المواقع العسكرية أو اللوجستية العسكرية أو ما ترتبط فيها بقواعد الجوية ومنظومات الدعم اللوجستي أو منظومات الدعم العسكري، مقرات قيادة واستخبارات واستطلاع وسيطرة وتحكم عسكرية. إذن حتى الآن لم تقم المقاومة بتوجيه صواريخها ضد الأهداف المدنية، الأمر الذي يؤدي إلى أن المقاومة تشعر المستوطن الصهيوني بأن لدى المقاومة قيما تحترمها، وخاصة فيما يرتبط بقوانين الحرب وقوانين الحرب الإنسانية. الكيان الصهيوني يحاول الآن أن يفصل بين المواطن اللبناني والمقاومة، يحاول أن يحرض على المقاومة، يحاول أن يزعزع ثقة المواطنين بالمقاومة، وأن المقاومة قد وصلت إلى قد انتهت قدراتها القتالية منذ الضربات الأولى التي ربما وصلت إلى حوالي 2000 ضغارة جوية خلال يومين. صحيح. ويحاول الكيان الصهيوني أن يوحي بأن المقاومة قد تلاشت وفاتت قاب قوسين أو أدنى من أن تعلن استسلامها. نعم. هذا يعني محمد أن حرب نفسية، حرب معنوية. نعم. يريد لها الكيان الصهيوني أن يحقق بالحرب النفسية المعنوية ما عجز عن تحقيقه بالضربات العسكرية أو الضربات النارية.
تحدثنا قبل قليل أستاذ صفاء في الاستوديو، قال في لدى حزب الله صواريخ لم يعلن لها أو لم نراها إلى حد الآن، استخدموا صواريخ فادي واحد وفادي اثنين. والأستاذ خالد من بيروت يشك بالأمر، أنت كخبير عسكري ما هو رأيك؟ لدى اليوم المقاومة اللبنانية أسلحة لم تشر لها أو لم تستخدمها إلى الآن؟ يعني الصمت والسرية أحد المؤشرات الدالة على عمل المقاومة، وهنالك من يتحدث عن وجود اختراق أمني عميق في جدار المقاومة، هذا ما يتحدث به بعض لا أقول المغرضين، لكن الواقع يشير إلى وجود عملية اختراق أمنية وخاصة فيما يتعلق بسلك البيجر أو الأجهزة اللاسلكية، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن المقاومة قد انكشفت. وعندما نقول أن المقاومة لم تنكشف، هذا يعني أن المقاومة تزال تختزن مفاجآتها وتستطيع أن تبرز هذه المفاجآت، أصلاً وأن منذ ساعة تقريباً تستخدم الصاروخ فادي ثلاث، ونتحدث عن فادي واحد، فادي اثنين، فادي ثلاث، حتى الآن لم تظهر لدينا الصواريخ البالستية، وأعتقد أن المقاومة لديها صواريخ بالستية قادرة على تنفيذ ضربات نارية مؤثرة ضد الكيان الصهيوني. يستطيع أي محلل سياسي أن يتبنى فكرة أن المقاومة قد انتهت، ومحلل آخر يستطيع أن يقول لا، ما تزال المقاومة قوية. حقيقة الميدان هو الحكم، والنتائج التي تبرزها الأعمال القتالية المتتالية ووتيرة الضربات الصاروخية وتصاعد هذه الضربات تصاعد التأثير الناري. أنا في تصوري وبرأي شخصي أن المقاومة ربما الآن تحاول أن تستدرج الكيان الصهيوني إلى مسألة العمليات البرية، وربما تنجح المقاومة في تقليص حجم الدبابات المعادية والقوى البشرية، وتستطيع أن تؤثر بالقتال من مسافة. لا شك أن الكيان الصهيوني سوف يحاول تجنب هذه الحالة، وسوف يحاول أن يسترك ضعف قواته البرية وضعف قواته المدرعة باستخدام الأرض المحروقة، سياسة الأرض المحروقة التي تتيح لقواتي أن تتقدم لاحقا في مناطق لا توجد فيها قوى بشرية أو قوى قادرة على القتال. من المهم أن نتذكر أن المقاومة تتبنى نظرية قتال الأنفاق والاستخدام العبوات الناسفة المتفجرة واستخدام الألغام وكل ما يرتبط بالقوى البرية. نعم، محروض تماما أن القوات الصاروخية والقوات الجوية الصهيونية هي أشد فعالية. نعم أستاذ محمد سعود، نعم تفضل أستاذ محمد. بطريقة المقاومة في فلسطين مثلا، استخدام الأنفاق وغيرها، اليوم لبنان في أرضهم، الجنوب جنوبهم، يعني أكيد لهم فت خطط معينة برأيك أستاذ، يعني حسب رؤيتك للمعركة هي جوية فقط إلى الآن، ليست برية مثل ما صار في فلسطين. ستنور باختصار، يعني نكون واضحين، احنا بصراحه نتخوف من المعركه البريه، لان المعركه البريه اذا كان هنالك اجتياح اسرائيلي الى لبنان معناها هذا راح يحرق الاخضر واليابس، وهذه يعني خطا، يعني خطا. احنا اني اتكلم من وجهه نظر عسكريه، يحتاج ان يكون هنالك عمليات مواجهه، يعني قوه مقابل قوه. نعم. ولا اذا اخترق الاسرائيليين، وهذه ما اعلنت عنه كثير من الاعلام. نعم. الاسرائيلي اننا سنخترق الجنوب اللبناني وسندخل الجنوب اللبناني، تدرين تصير وكأنما بالضبط مثل معركة داعش، يعني بين البيوت وذبح الأطفال والنساء والشيوخ، وهاي صارت عملية وحشية، يعني خالية من أي عملية قتالية حقيقية. يعني احنا نتكلم على هي الآن لم تستطع الاختراق. أستاذ أكيد الكلام كثير، لكن احنا وصلنا للختام للأسف أستاذ صفاء. نحن نتمنى أن لا يكون هنالك أي ضرر بهذا الموضوع، على شرط أن يكون هنالك احترام لسيادة الدولة مقابل الدولة. أستاذ صفاء العسم خبير أمني، شكرا لك، والأستاذ محمد عباس خبير عسكري من سوريا، شكرا جزيلا لكم. وصلنا وياكم لختام هذه التغطية، شكرا جزيلا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.